أولا في البداية لابد من توضيح هذه النقطة، خاصة فيما يتعلق بقرية مجد الشمس، وهي قرية جولانية من أكبر قرى الجولان المحتل، وهي مجد الشمس بالإضافة إلى قرى ثلاثة، مسعدة وعين قنية وبقعاثة، جميعهم من الأغلبية الدرزية فيها. أما بالنسبة للحادثة مجد الشمس، فإن ما حصل فيها بالأمس يأتي بنظرنا ضمن الاستهداف الخطير الذي تتعرض له فلسطين، وهو حادث مريب في توقيته وشكله. ودروس مجد الشمس باعتقادنا ليسوا بحاجة إلى حماية إسرائيل، نعم، وهم رفضوا منذ البدء، رفضوا احتلال إسرائيل للجولان منذ البداية، ولا يزالون وهم يفتخرون بأنهم عرب أقحاح. المطلوب الآن وقف المتاجرة بهذه الجريمة، وبالتالي يجب أن لا نسوق للخديعة الإسرائيلية. عملية تسويق الخديعة الإسرائيلية بهذا الشكل عملية خطيرة جدا، ولا أعتقد بأن أبناء الجولان اليوم وخاصة مجد الشمس تحديدا لا يعرفون من هو عدوهم وماذا يخطط لهم، وبالتالي باعتقادنا فهم لن يضيعوا البوصلة وتحديد إبرتها نحو هذا العدو، وهم أكبر من كل الفتن، هم أكبر من كل الفتن التي يريد البعض إيقاظها في هذه اللحظة البصيرية من تاريخ العرب. ونسأل أيضا هنا، متى كانت إسرائيل حريصة على دروز الجولان لكي تتاجر بدمائهم اليوم، وهي التي قامت على المجازر والدم والإبادات الجماعية حتى اليوم؟ وما يجري في غزة وفلسطين والضفة الغربية هو أكبر دليل اليوم. دكتور، أما فيما يتعلق اليوم بعملية التشييع، قبل ما تجاوبني على موضوع الشق القانوني وسؤالي الأول اللي سألته، اليوم زار عدد من وزراء الاحتلال قرية مجد الشمس، فوجهوا بالطرد من قبل أبناء القرية الذين طلبوا منهم أنهم لا يريدون حمايتهم، وطلبوا منهم المغادرة فورا وعدم حضور الجنازات التي أو عمل تشييع الشبان والأطفال الذين سقطوا بالأمس في ملعب كرة القدم. وبالمقابل نتنياهو قطع زيارته للولايات المتحدة الأمريكية واستعجل العودة وتحدث عن ضرب حزب الله وأنه أخذ الموافقة الأمريكية، وكأنه كان ينتظر أن يحدث أي شيء ليستغله ليفتح جبهة أوسع على الجبهة الشمالية وتحديدا في الحرب مع لبنان. صحيح أن ما خطط له نتنياهو في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد خطابه في الكونغرس الأمريكي، أن هذه اللعبة، هذه مسرحية يخطط لها العدو منذ زمن بعيد. واحتلال الجولان واحتلال مجد الشمس هو هدف مركزي أساسي في مخططات العدو الصهيوني منذ قيام دولة إسرائيل عام 48 حتى اليوم. وهنا لابد من الملاحظة أن بعض الوزراء الإسرائيليين استغلوا اليوم عملية تشييع شهداء مجد الشمس وجاءوا بحجة المشاركة في عملية التشييع، لكن أهالي مجد الشمس عمدوا إلى طردهم وطالبوهم بالمغادرة بدعوى أنهم مجرمون عنصريون جاءوا فقط من أجل الظهور أمام عدسات الكاميرات. وهذا بالتالي موقف مشرف جدا لأهالي جولان، يضاف إلى مواقفهم السابقة وهو امتداد له. أما فيما يتعلق بالشق القانوني لهذا، وبدي أطلب من حضرتك، عفوا على المقاطعة دكتور، بس بدي أطلب من حضرتك أن تكون الإجابة بشكل أسرع لأنه لضيق الوقت ولأنه في قسم ثاني من هذه الحلقة. الشق القانوني، هل يحمل أبناء مجد الشمس الهوية الإسرائيلية أم الهوية السورية؟ نحن نعلم بأن عند ضم الجولان أو عند احتلال الجولان في عام 67 بعد هزيمة حزيران 67، احتل حوالي 1250 كيلومتر مربع من أصل 1750 كيلومتر مربع مساحة الجولان.
ولكن بعد حرب تشرين 73 أعيد حوالي 100 كيلومتر مربع من هذه الأرض، يعني بقي حوالي 1150 كيلومتر مربع بهذه الأرض. هنا عمد الإسرائيليون بعد ضم الجولان في 1981 إلى فرض الهوية الإسرائيلية على الجولانيين وعلى مجد الشمس بالتحديد، ولكن الجولانيين رفضوا بمعظمهم قبول الهوية الإسرائيلية وتشبثوا بهويتهم السورية، لأنهم بالتالي هي الجولان هي أرض عربية سورية تتبع للجمهورية العربية السورية، والجولانيون هم عرب دروز مسلمون لا يمكن أن يتخلوا عن أرضهم وعن هويتهم العربية القومية. بالتالي بالإضافة إلى أن مجد الشمس وأكثر من حوالي 23 ألف من سكان مجد الشمس هم من سكان الجولان بما فيها مجد الشمس، تتميز مجد الشمس بتاريخها المقاوم لكل الاحتلالات الفرنسية والبريطانية والصهيونية، كما لمع من أبنائها أيضا مناضلون أشداء، ومنهم على سبيل المثال الذين تشبثوا بوطنيتهم وعروبتهم، ومنهم كمال كنج أبو صالح مثلا الذي فضح مع الكمالين الآخرين كمال جنبلاط وكمال أبو الطيف مشروع الدولة الدرزية في تلك الفترة، وبلغوا سوريا ومصر والعراق بهذا المشروع الخطير، بهذا المشروع الفتنوي، بهذا المشروع الاستعماري الصهيوني القديم الجديد. فبعد قانون ضم هضبة الجولان إلى إسرائيل عام 81 رفض الجولانيون ولا سيما أبناء مجد الشمس الجنسية الإسرائيلية المفروضة عليهم بالقوة بعد مصادرة هوياتهم السورية، وفرضت عليهم العملة الإسرائيلية ولوحات سيارات إسرائيلية أيضا تحت حكم عسكري، كما عزلت إسرائيل رؤساء بلديات قرى الجولان وعينت مكانهم شخصيات ضعيفة موالية لها، حتى أن رئيس بلدية مجد الشمس المعين لم يكن من المنطقة تحديدا. لذلك لجأ الإسرائيليون في ظل احتلالهم للجولان لفرض أيضا نظام تعليمي درزي لخلق هوية درزية خاصة منفصلة عن الهوية العربية، زاعمين أن الدروز يشكلون أمة لا طائفة، ونحن نعلم بأن الدروز ليسوا بأمة وليسوا بشعب، لا هم جزء من الأمة العربية، وشعبهم هو شعب الشعب العربي، ودينهم هو الإسلام، هم مذهب من مذهب ديني وليسوا دينا. طيب. اليوم سياسيا يعني بالأمس دكتور سمعنا هذا السؤال الأخير لحضرتك، أنا أب وليد جنبلاط، أنا أب سابق وليد جنبلاط الذي حرص على وأد الفتنة قبل أن تولد هذه الفتنة بعد هذه الحادثة التي وقعت في مجد الشمس، أيضا يعني شيخ العقل كان له كلمة، وسمعنا بيانات كثيرة يعني، وأيضا الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في الأراضي المحتلة الشيخ موفق طريف أيضا طلب من الناس عدم الانجرار على ما يكتب يعني على ما يكتب على وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم ترى أن هذه الفتنة فعلا وئدت ولن تستطيع إسرائيل أن تحرز ما تريده من ما قامت به بقوله أولا، يعني عم نشوف على وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للإسرائيليين أنه هؤلاء إسرائيليون ويتم تشييعهم وغيرها من الأمور، عدا عن اتهام حزب الله لخلق فتنة. نريد أن نوضح نقطة مهمة جدا، الجولانيون هم عرب دروز وليسوا إسرائيليين، هم مقيمون تحت الاحتلال الإسرائيلي، هذا ما أوضحه جميع الجولانيين خاصة في كثير من إضراباتهم ومظاهراتهم واجتماعاتهم، وخاصة ذلك الاجتماع الشهير الذي عقد في الخلوة مجد الشمس عام 81، وطلبوا من أي إنسان درزي من الجولان يقبل بالهوية الإسرائيلية هو إنسان منبوذ ومقاطع، وهذا نوع من الحرمان الديني، ومعروف بأن في مجتمعاتنا الدرزية الحرمان الديني له أهمية كبيرة، وهو يقاطع أي شخص ينبذ ولا يسمح له بالمشاركة بالمآتم والأعراس وأي مناسبة اجتماعية ودينية. لذلك نحن نؤكد بأن الجولانيين
هم عرب الأقحاح ينتمون إلى الطائفة الدرزية التوحيدية الكريمة، هم عرب المسلمون ولا يمكن أن ينصاعوا مطلقا لأي مشروع انهزامي تقسيمي طائفي عنصري صهيوني. لذلك فهم متشبثون بالهوية العربية، متشبثون بوطنيتهم، وبالتالي لا يمكن أن يقبلوا بمحو تاريخهم النضالي الطويل وقيام دولة إسرائيل حتى اليوم. أنا بدي أشكرك الدكتور صالح زهر الدين المؤرخ والباحث والأستاذ الجامعي، شكرا جزيلا لهذه المداخلة، على أمل أن تكون ضيفنا في الاستوديو في حلقات مقبلة للدخول في تفاصيل أكثر حول الجولان المحتل وتحديدا ما يعيشه الدروز في هذه المنطقة المحتلة. شكرا جزيلا لحضرتك.